احيانا الست هي اللي بتطلب الخلع، وممكن المشكله يعني بعد ما يحصل مشاكل من الراجل فهنا الست بتطلب الخلع مثلا. ففي الحاله دي يا استاذنا ايه اللي ممكن يحصل، او مثلا ايه الحاجات اللي لازم هتتنازل عنها؟ تمام. هو بداية عايزين نفرق بين ايه هو الطلاق وايه هو الخلع. باختصار شديد، الطلاق هو دعوة بتلجأ إليها الزوجة برفعها أمام القضاء للحصول على حكم بالطلاق. وأسباب الطلاق متعددة، قد تصل إلى 7 أسباب: الهجر، وجود شقاق، عدم الإنفاق، حبس الزوج، سفر الزوج. هناك أسباب متعددة. الطلاق، الزوجة بتتحصل على حكم بالطلاق مع الاحتفاظ بكامل حقوقها الشرعية اللي هي نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق. أما بالنسبة للخلع، هي دعوة بتفتدي بها الزوجة نفسها في حالة أنها تبغض الحياة مع الزوج. يعني الخلع لا يتطلب أسباب سوى أن الزوجة بتبغض الحياة مع الزوج. مع الزوج بالظبط، هي مش عايزاه، مش عايزاه. طبعا علشان كده يبقى احنا لازم ناخد منك نصيحة عشان حالات الطلاق دي ما تكترش. طبعا انت احنا للأسف عندنا كل 3 دقايق حالة طلاق للأسف، ودي احصائية وحشة جدا. طبعا تحديدا كل 3 دقايق ونص في حالة طلاق، ودي كارثة، مش مشكله عاديه ابدا. يعني تكاد تكون ظاهره في المجتمع. طبعا هي ظاهره في المجتمع ولازم كلنا نعترف بيها. بنتكلم عن الطلاق كتير، بنتكلم عن الطلاق كتير ومش هنبطل نتكلم عنه، لانه كل يوم في نفس المشكله، كل يوم في ناس بتطلق، كل بقول حتى كل 3 دقايق في حاله. اذا دي كارثه بكل المقاييس. ليه بقى؟ احنا نرجع من الاول خالص. لو حضرتك فتحت باب الاسباب هنقول الاختيار من الاول خالص، الاختيار الصحيح للزوج والاختيار الصحيح للزوجة، التكافؤ، مبدأ التكافؤ الاجتماعي والثقافي والفكري، يعني كل الحاجات اللي احنا تدخل الحموات كمان بيبقى من ضمن الأسباب كتير في حياتنا. يعني أسباب كتير هو خلي بالك الطلاق يعني مشاكله كتير، وكل شخص يعني أو كل واحدة مثلا حصلت لها حالة طلاق أو كده طبعا بيبقى ليها مشكلة مختلفة طبعا، وطبعا لان مشاكلها كتير من الناحية الاجتماعية ومن الناحية القانونية، فاحنا مش هنلاحق على ده ولا ده. فاحنا طبعا محتاجين يعني اكتر من حلقة نتكلم فيها في الموضوع دوت. بس حابب حضرتك تختم بقى حلقتنا النهاردة برسالة معينة. طيب، هي في اشكالية عملية انا عايز اصيرها من خلال قناة الحدث، لأن هذه الإشكالية قانونية وإشكالية شرعية وفي نفس الوقت، وهي أحيانا الزوجة تتحصل على حكم بالخلع وتتم جميع